Gracias.
اللهم يا ربي عشر خطواته وبارك في وجوداته. اللهم يا ربي الحقنا الحقنا بميتنا مؤمنين مسلمين تائبين طائعين. اللهم كن لنا يا الله. اللهم ارحمنا بجاه نبيك المصطفى ورسولك المصطفى. اللهم يا ربي ارزق اهل فقيدنا ارزقهم يا ربي الصبر والسلوان. اللهم يا ربي الف بينهم. اللهم أديم الألفة بينهم. اللهم يا ربي بارك في أبنائهم وبارك في والدتهم وبارك في زوجتهم. اللهم صبرهم يا الله بصبر المؤمنين بصبر المؤمنين بصبر المحسنين بصبر المتقين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا أنتم من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق هذا الشهر المبارك قل لإخوتنا في غزة وفي فلسطين اللهم انصره اللهم سدد رؤياه اللهم اخذل عدوه. اللهم إنك تعلم أن فقيدنا كان في نصرته وكان لسان حقه مدافع عنه. اللهم يا ربي اجعل هذه الجنازة واجعل كل من حضرها واجعل دعاءه في صف هؤلاء المظلومين. اللهم يا ربي سدد رميهم وانصرهم على أعدائهم وقل لهم يا الله وانصرهم على الصهاينة المعتدين. يا الله يا الله يا الله بك نستغيث يا الله. سبحان الله صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. تقبل الله من الجميع. السلام عليكم.
تفتح المقبرة صح؟ الجرحى عندك المقبرة هذا أي دابي أوه عندك المقبرة صح؟ وداعا أخي عبد العزيز الوالد بلس حزب بلس فيدرالية يسار ديمقراطي وسرقية الأحزاب التقدمية الديمقراطية ويسار التقدمي الديمقراطي والمواطنين المغاربة المتنورين وحركة فلسطينية والمناضلين الفلسطينيين والمناضلين المناصرين للحق في جميع بقاع العالم يذكرون عملك يذكرون عملك في فلسطين عندما كانت الانتخابات وكنت أحد المشرفين عليها جميع المنظمات الحقوقية العالمية تثق فيك وفي كلامك وترجع إليك وتعتبرك مرجعا في كل ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان فكرا وممارسة ومعاينة وكانت تحترمك. أنت الرجل العصامي ابن الحي المحمدي الذي ثابرت في دراستك ودخلت كلية الحقوق وحصلت على الإجازة وبعد حصولك على الإجازة وكنت تنوي أن تخص في الأدب وأنت كاتب بحث حول إدغار ألافو وكتابات في الأدب وكنت تسر إلي أنك تريد في آخر العمر أن تتفرغ لكتابات أدبية فإذا بك تموت وأنت ترافع عن ديمقراطية الخلاف عن الحقوق وأنت تساند المعتقلين السياسيين بالريف وقفت معهم صوج لي آخر محاكمة كنت حاضرا فيها كنت حاضر مع عمر راضي كنت حاضر معك كنت حاضر مع كل المعتقلين من أجل الرأي لتدافع عن الحق لتدافع عن حقوق الإنسان. عصامي يعني في مرحلة من المراحل من حياتك أدركت بأن اللغة الإنجليزية ضرورية فقمت بدراسة اللغة الإنجليزية ونلت فيها شهادة جامعية وأهلتك تلك الشهادة لتطور قدراتك وتصبح أستاذا محاضرا في الجامعات الأمريكية وفي الجامعات الأوروبية وهذا فخر لكل المغاربة وليس فقط لإخوتك في الحزب. وللتذكير عملك في الحزب كنت تنوي تجميع الشتات وقلت دائما أنتم في نحن في اليسار مجموعات صغيرة لماذا ونتفق في الأهداف لماذا لا نتجمع على كلمة سواء من أجل الديمقراطية ومن أجل الانتقال الديمقراطي في هذه البلاد ومن أجل الحرية ومن أجل الكرامة الاجتماعية وبالإضافة إلى عصاميتك جودة إنتاجك كتاباتك كتبك محاضراتك ستظل مرجعا حاضرا فينا أبدا عندما تكتب وعندما تحاضر تأخذ الأمر بكل الجدية المطلوبة هناك مراجع هناك نظريات هناك تنظير هناك عمل علمي رصين ربطت بين الأهداف السياسية والحقوقية وبين الإنتاج العلمي والمنهجية العلمية تفحم جميع خصومك لماذا؟ لأنك تستند إلى منهجية علمية وإذا كان شخص من جهة أخرى من ضفة أخرى قال كلاما سديدا تؤيده وتقول له هذا الكلام سديد ولكن وتقدم الحجة وتقدم الدليل على أن المناضلين الديمقراطيين في المغرب لهم مشروع وليس فقط تحركهم الحمية والعاطفة والاندفاع أو الولاءات الشخصية أو شيء من هذا القبيل وأعطيت للحركة الحقوقية دراسات مفيدة دراسات حول الدستور والحياة لا يمكن لباحث في المجال الدستوري أن يستغني عن إسهامات الأستاذ السويدي ولا يمكن لباحث في الانتخاب الديمقراطي أن يستغني عن إنتاجاته ولا يمكن لمحام أو باحث في الشؤون القانونية حول الدفع بعدم الدستورية حول وضعية الصحافة حول وضعية القوانين المختلفة من مسطرة مدنية ومسطرة جنائية وقانون جنائي ومقترحاتك المختلفة ومشاريعك لأنك تعيش كيوميا عندما تستقيل تقدم مشروعا أو فكرة مشروع كتاب حل عن ملف الريف
كتاب عن المحاكمات، وقدمت بعض الكتب الأخرى عن المحاكمات التي سبقت، وبالتالي كنت مرجعا حقوقيا توثيقيا، وبالإضافة إلى هذا كله خصالك الإنسانية. كنت أتنقل معك هنا في الهرهورة وتلتقي مع بائع النعناع وتتحدث إليه، ولا يعلم بائع النعناع بأنك محاضر في الجامعات الأمريكية والأوروبية، وأن تجلس القرفصاء وتتناقش معه ومع بائعة الحرشة تتحدث إليها وتتحدث إلى المواطنين وتتفاعل معهم. هذه العصابية وهذا الروح المرحة وهذا التفاؤل الذي كنت تشحنه فينا كل ما التقينا، إلا وأخرج بعد لقائنا وأنا متفائل وأنا مشبع بالأمل في هذه البلاد. لا بد أن تنبت الديمقراطية يوما في هذه البلاد، لا بد أن تحترم الكرامة يوما في هذه البلاد. لا يمكن أن يستمر العسر ويستمر الاستبداد ويستمر الدوس على الحقوق. يجب في هذه البلاد يجب أن تحل جميع أبواب السجون ليطلق المعتقلون السياسيون. لا يمكن في القرن 21 أن يكون هناك معتقل بسبب تدوينه ويحكم عليه بسنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات. لا يمكن أن يكون مدراء جرائد ننتقم منهم ويعني نخل بقواعد المحاكمة العادلة ونفسر النصوص القانونية تفسيرا واسعا. نحن الآن يا أخي وقلت لك كنا نتناقش، نحن عدنا إلى زمن كل ما من شأنه أصبح إذا وجدت إرادة انتقام من أي كان، قضية الفصول وقضية القوانين وقضية التخريج القانوني أصبحت سهلة، بمعنى أنه أصبح القانون بين أيدي الحاكمين يصنعون به ما يشاء. وأنت كنت تلتقي وزيرا أو تلتقي مسؤولا حكوميا لا ضغين أبدا، تتناقش معه تتحاور معه، أنت تعتبر بأننا في مجموعة وطنية واحدة. لا يجب أن تكون التناقضات التي بيننا أن تدفعنا إلى حرب أهلية أو ما يشبه الحرب الأهلية. أخي عبد العزيز النويدي، وداعا أخي، وقدرنا أن نستمر في الطريق التي اختصت، وأنت علمتنا الكثير من الأشياء، علمتنا كيف نرسم أفكارنا، علمتنا كيف نرسم وثائقنا، علمتنا كيف يعني نحترم المواعيد ونأتي في الوقت الذي تحدد، علمتنا كيف نضع جدول الأعمال ولا نتيه في المناقشات الفارغة، علمتنا أشياء كثيرة ستظل حاضرة وسيظل وجهك البشوش حاضرا. رحمك الله وإلى الملتقى في الطريق. بارك الله فيك سي محمد، والكلمة الآن لنقيب هيئة الرباط الأستاذ عزيز الرويبح. بسم الله الرحمن الرحيم. سأقول ما بحسن غائر وغصة موت مفاجئ لرجل تحبرناه أعطى الكثير، كان سخيا بفكره وثقافته وعطاءاته لوطنه. واعذرنا مولاي عبد العزيز اذا اتقنا عليك في هذه اللحظه، وقلنا ربما ما لم تشاء ان تسمعه في هذه اللحظه بالذات، فانت هنا لترتاح بعد عمر طويل من الجهد ومن الجهاد المعرفي والفكري والثقافي. عرفتك محاميا صادقا نزيها شفافا مناضلا فدا، لم تبخل على وطنك، اعطيت للعداله الشيء الكثير، ليس في كتابتك فحسب ولكن بمواقف انسانيه كبيره، روح عاليه، معنويات دائما عاليه. عاشرتك في الايام عاشرتك ونحن نعد العدة لبرنامج شاءت الأخطاء ألا نستمر فيه
هذه قدرة الله عز وجل، هذا قدر. كن متيقنا أخي عزيز، لأن الوفاء للعهد والوفاء للمشترك بيننا في القيم، في الأخلاق، في نظافة اليد، في حب هذا الوطن، في الغيرة عليه، الغيرة على أبنائه، على الإنسان المغربي، على هذا التراب المقدس الذي نخطو عليه. كنت رائعا وجميلا في كلماتك، وحياك دائما مشوشا، لا نعرف ولا نميز لا إذا كنت حزينا أو كنت سعيدا، كنت ودودا إلى أقصى حدود. ليس لدي ما أقول، هذه مشيئة الله. زملائك يحبونك، زميلاتك.